البيت غضبت مني انا وفكت عند خالتها في سما النور، وانا بكره من النجمه هروح اجيبها من شعرها. يا عم ولو عايز نكتب ونخلص وقتي. لا ما بخلص، البيعه دي مشمومه وما تلزمنيش. طب ليه يا اسطى عزت الغلط ده؟ الغلط عندك يا صاحبي، راجع نفسك كده وسيف في الشريط من اوله، وانت تعرف مين اللي لبس العمل. يا عم ورحمه ابويا. بس امين، البنت راحت عند خالتها في سمنود، مش ده كلامك؟ اه هو يبقى برضه قرطستني، لان انت حلفت برحمه ابوك ان البنت موافقه، ودلوقتي دخل عليا في فيلم بقى البنت هربت وهربانه من الجوازه وراحت سمنود. هو انت فاكرها يعني مغصوبه عليك وهربانه منك وكده؟ امال مش كده؟ لا طبعا، دي هي غضبت مني انا عشان قلت لها مفيش كليه بعد كتب الكتاب. الله يخرب بيتك، وانت ايه اللي خلاك تقول لها كده؟ مش دي كانت طلباتك وقلت لي ماليش طلبات تاني؟ يا عم لا مش كده، كنت سبتنا بعد ما ندخل انا اعرف اظبط لها الحوار، مش انت تتمطع بقى وتعمل لي فيها مش عارف ايه وتقفلها من الجوازه. طب بس خلاص انا كده فهمت يا معلم، اعمل انا بقى ايه؟ اروح انا بقى بكره اسجدها في البوقين دول واقول لها ان خلاص العريس موافق وهيسيبك تكملي عليه. اه طب ما بدل ما تطخ المشوار لحد سمنود، ما سمنود جات لك بذات نفسها اهي. مريم؟ اه مريم، واكيد بقى اللي هناك دي خالتها. تستر يا رب، والنبي تسترها معانا يا رب، وما تبهدلش الراجل معانا يا رب. بالذات ما انت عندك دم يا مصطفى، والنبي ما عندك دم ولا تعرف ريحته. سنتين بحاله، سنتين لا تسال على خالتك ولا جوزها ولا عيالها ولا تخط برجلك عتبه البلد. ده بوظها يا باشا. بلد؟ ايوه سمنود. ايه نسيت كمان سكت جوز خالتك وخالتك؟ معلش يا جوز خالتي، مصطفى اصله مطحون في الورشه ومش لاقي وقت خالص. جوز خالتي؟ ايوه. اه جوز خالتي، ازيك يا جوز خالتي؟ اصلك انت بقى ايه مليت شويه عن اخر مره شفتك فيها. ازيك ازيك يا حاج ابراهيم؟ يا عم اوعى كده، اوعى اوعى ما تخشش في عيب. ايه اتخنت يعني بقيت انت الفيل؟ ما انتش عارفني، ده انا زعلان منك قوي، وتقول لي انت زي ابويا الله يرحمه. وانت ايه المصيبه اللي انت عملتها لي؟ مصيبه ايه بس يا جوز خالتي؟ ازاي تجيب لاختك عريس وهي مخطوبه؟ مخطوبه؟ ايوه، امال ايه؟ انا بنفسي قاري فتحتها على مسعد ابني من 5 سنين، امك ما قالتلكش ولا ايه؟ مسعد مين يا عم الحاج؟ ابن البكرس والله على مقامك، ظابط مباحث قد الدنيا. مباحث؟ طب اسم الله عليه، الداخليه كلها تحلف باسمه. وحول الله لسه بنقول ما بقالوش يومين ثلاثه لمديريه امن الجيزه عشان يبقى جنب عروسته، وجاي انت في الاخر يا دي يا نادر، وعايز تربي اختك وتديها الحرام عربيات. انا حرام عربيات؟ يا باشا العفو، احنا بنقول على دكه العريس المدعوك ده.